اسمي جوزيف متري، انا من سكان منطقه مار مخايل شارع ارمينيا بنايه طميش. نحن اللي تضررنا، يعني ما شايفين البيت قلب سقفه، ومبدئيا يعني انا عندي عائله وعائلتي كلنا نفسيا بالارض، وكتر خير الله طلع عنا جمعيات منيحه ساعدتنا وقفت حدنا، ومنهم جمعيه لويا عم تساعدنا بتنظيف سطحنا بتظبيطه، بنتشكرهم. وبقلكن الله لا يجرب حدا، الله يجرب حدا. أنا بالنسبة لي لما اتطوعت شفت بيروت اللي هي مدينة اللي خلقت وتربيت فيها، وشفتها تحت الدمار والرماد، والصراحة منظر بعده لهلا ما أثر فيه كتير. إنه هذا أقل شيء إنه فيني أرجع أرده لمدينة اللي استقبلتني وعلمتني كل شيء لهلا، ولكل الناس اللي تعرفت عليهم، وخصوصا بهذه المنطقة اللي كلنا عنا ناس ومحلات كنا نقعد فيها وننبسط معهم. خلينا ما نخلي هالشيء بقى إنه يضلوا مأثر علينا، ونفتح صفحة جديدة ونرجع نعمر كل شيء ويكون أحسن من قبل.